تم رشنا بالغاز، تم مصادرة المقتنيات الأسيرات، تم رشنا بالغاز، تم مصادرة المقتنيات الأسيرات. أي واحد بنجرح اليوم زي الكلاب صاروا، أي واحد كل يوم يتطور بالتعذيبات، كل يوم يصير تعذيب جديد، كل يوم إشي. عملونا معاملة زي الكلاب، أي واحد بنجرح بدا يموت. الوضع بالسجن كان سيء، 53 يوم صرنا بالغرفة، منطلعش برا الغرفة، الأكل مش منيح، بعملونا معاملة مش منيحة. كان يتعامل معانا بهمجية، كانوا كثير، كانت التهديدات دائما، هم ما حمل دور احضر يفوت يعمل اي شيء بدهم اياه. يعني انا كل ما اجي انام اسمع صوت غرفه غرفتين داخلين عليهم طحن، قاعدين نتباكى احنا من الخوف هاي. رشنا بالغاز، تم مصادرة كل مقتنيات الأسيرات، معاملة سيئة، كتوا ألفظ أنفاسي بين أيديهم. أواعينا بتنسرك، مصارينا بتنسرك، الكرامتنا نفسها سرقوها، ما ضلش إشي. الشباب مريضة تعبانة، ولا حدا بيجيب لهم الدواء، ولا حدا بتعرف عليهم، ما حدا معبرهم، بمنعوا الصلاة، بمنعوا الأذان، صلاة الجمعة فيش صلاة جمعة، إذا صلوا صلاة الجمعة بفوتوا بكمعوا الكسم، بتجسروا الكسم كامل. إضافة إلى التفتيش اليومي العاري اللا أخلاقي، كل يوم الصبح فيش مثل ما ضرب. كل يوم صاروا التعذيب، كل يوم يتطوروا بالتعذيبات، كل يوم يصير تعذيب جديد، كل يوم إشي، كل يوم يعني في قمع، كل يوم ضرب، كل يوم رش غاز. مش أي كلمة توصف معانات الأسرى والعزل وتجريد من كافة حقوقنا والتعذيب بكافة الطرق. الزنزانة إذا لم تكن قتل جسدي للأسير فهي قتل وتدمير نفسي له.